طبقوا طبقوا قو طبقوا طبقوا قو طبقوا طبقوا قو طبقوا طبقوا قو طبقوا ايش كدير كرسم كاش تحش كندير طبقوا طبقوا قو طبقوا طبقوا قو طبقوا تريح صاحبي راه غنشوف الوليد في التلفازه كترسم كتشطح ويشدني يسلخني وراه هادشي اللي كنستافد منك ندير الزبله وقول لهم والله ما انا هوكون اخي بحاجه يكون عندك شي توام ديالك بحال هذا كدير الزبله ويخسر لك الصوره ديال وجهك الصوره ديال وجهك شاب وعينك زرقين وسق لي الكابريولي ومعلق لي الكاوريه من هنا وشعرك كيضرب فيه البرد وكيفرفر وجهك غادي الزبقه الطبقه وقاو الطبقه الزبقه وقاو الطبقه راك يعرفوني الناس غيشوفوك كتشطح يسحبوني انا بغيتيني نحبس تمشي غدا تقرب بلاصتي عند ساد متربيه اسلاميه كحاجه اوتاني مع متربيه اسلاميه بغيت دير لي بحال هذيك نهار ادمون الفرونسي كحاجه مع فعشيه وصفتيني عندهم على الصباح الفلاقه ورا ضروري خاص شي واحد فينا يضحي ورا ضروري خاصني انا نضحي وعباد الله هاد السيد هذا ومن الصغر هو معدي عليا وحتى من الرضاعة كان كيرضع جوج مرات وكيخليني بالجوع وراك كنت كنرضع جوج مرات باش نلقى الجهد وانت فاك بالكونه ونعسك فعني بكونه وتنعسني باش تيجي وديريا تبقاو يلعبوا بك ويبوسوك وانسطي راه انت كانوا كيبوسوك حلف بالله شكون بوشعيب مول شلاغم اليوم غادي نفتح السير ديال 20 عام الوليد راكم ختنتوني جوج مرات راه هو خاصكم تختنوا يا شي انت كتقلب على الثالثه كتستهزئ بيا دابا وراه قلت لك كبيره ضروري خاص شي واحد فينا يضحي واش انا بقى ديما نضحي راه انا اللي كنضحي باش كتضحي بيك صاحبي طبقوا 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 عندو الصح في القضية دايما واحد فينا كيضحي لاكارت ديالو كنخرج بها كاينة بيرمي ديالو كنسوق بيه تقدر تكون ستون ديالو كنتستونا بيه سوسن ديالو مالها وراه عزيزة عليا بحال ختي شي انا وياك وهي بحال الخوت واش هي كتاكل درتك وتاكل اللي بغات واش شغلك وما كيدخل ما بين الضفار واللحم الو سخ ورا انا الضفر وهي اللحم وانا طبق او طبق او او طبق او طبق او او طبق او مزيان ملي لعبت انا وياك هاد السكيتش علاش باش نعرفك على حقيقتك حقيقتي باينه شاب وعيني زرقين وشعري كيضرب فيه البرد وكيفرفر بحال الاشهار ديال الشامبوان طبق او طبق او خويا خويا بلاش غنفرشك انا وياك هاد الشركه اللي بيناتنا واش ما كتفهمش راه ما نقدرش علاش وسوسن عزيزة عليا طبقوا طبقوا قو طبقوا طبقوا قو طبقوا طبقوا كنشطح من الفوق وكنشطح من التحت ملي كنبان لك طويل وكبير وكتبان ليا قصير وصغير قصير وصغير وسوسن عزيزة عليا طبقوا طبقوا قو طبقوا طبقوا قو لا تشرح عطانا 8 وانا ايضا طبقوا طبقوا قو طبقوا طبقوا قو والحياة سعيدة طبقوا 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 شكرا والسرسر 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 اغزالي على السكة الاقتصادي ابارطمان ب 25 مليون بحال شاري مانطا ديال الدراري الصغار تبغي تغطي الراس يتعراو لك الرجلين ولا باغي تدخلها ما كاين الصابون خاصك تخرج المراه دخلتي المراه تخرج الدراري دخلتي الدراري تخرج التوطار والزبل المهم نهار كيبغيو يتجمعوا كاملين كيخرجوا للزنقه وفي العيد الكبير الحولي راه ما كاينش فين ديرو خاصك تفرجلي مع الدراري والحيوطه والضاله دايرينهم بلاص ما كيسمعوا لك انت كتصلي وقلتي سامع الله ولمن حمده مو بالكامل كينوض معاك ربنا ولك الحمد وقال لك بناء مضاد للزلازل يا راجل ثم كل عام كتخرجوا لنا شابان في شكل القيشوت مضاد للقشرة عاد مضاد للزلازل انا كل لقيت فيكم خير كاع ما نقري كاع وبرط ما ب 25 مليون وما فيهاش 1600 ديال المقادير زلافه ديال الرمله 50 غرام ديال السيماق جوج قطبان الحديد صباغه التزيين وهالبرط ما واجده
دخلنا عليكم بالله واش هادي بارطما ولا اكله خفيفه مضاد للزلازل مي مي نتوما جيو تطلعوا على براكتنا حنا النضال يضرب بركان يضرب زلزال ضرب تسونامي ويا دايره فكها هي اصلا مقصدره مصيبه من القصدره اش كتوقع منا وين راه واخا مقصدره ربط الناس عمركم سمعتوا شي براكه الا السقوط عمركم شفتوا شي براكه رابت على مواليها ما تقدرش بنت عائله راه واخا تهضر براكه راه واخا تهضر براكه وين راه القلب ديال الفيلا مع الدخله كتلقى عتبه وماشي اي عتبه عتبه قدك والله ما كنتي مدوز 16 ديال الفروس قال انا قزيها وما عندناش حنا في الدار هذه في قضية تاع بيت نعاس بوحدو صلاة مونجي بوحدها صلاة تيتي بوحدها صلاة زيزي بوحدها صلاة لطيفة أحرار لا لا حنا دارنا كلها بيت نعاس نقص العتبة وفي ما ولا تمغر وهاد الوالدة كانت مربية واحد الدجاج عندنا في الدار وليت فيما نفيق الصباح كنلقى بيض عندي تحت المانطا وتعقدت كنسحب راسي أنا اللي كنبيض والدار عندنا كانت كلها كتقدر ملي كتبدا تصب الشلب بغينا نتخزنوا عليها كنخرجوا للزنقه ومازال في الزنقه كتنشنش في الدار راه كتشرشر وكالت بوشي عندنا قاد وز الدرب كامل سهرات لكم شاد سلوكه ويدوروا اللي طلع منطق اللي طلع تريكو واحد السيد فين راه طلع اختو صغيره شحال هي مدرايهم كانوا كيقلبوا ومني كيجي الفيضات والسرسره غزالي واحد الوليد عدي مع خفيف شويه كان فيما يجي الفيضان كيدي وكيردوا لينا عباد الله الوالده ولات تشوف حال الشتا كتربط واش نبقى بلا راجل وما كانش عندنا الما كنا نسقيو من العوينه من كثره تقول ديال البواز زيد ديال طوال وليت كنحك دمي وانا واقف وما كانش عندنا الدوش كنقول والده بغي ندوش كتقول لي نسخن لك البرمق يا ودي شوف وخويا الكبير انا راه قرا الشمع العني جا لقى حرق قصته واني راس بارك الله وصل وصلت الراس ديال الدرب ويحط واحد الكريطه ديال الديطاي وتهنا ودابا اللي حلمت به الوقت ينوض يقول لك محاربه السكن العشوائي عمرنا حاربناكم علاش كتحاربونا علاش وهذوك صحاب الموبلات تما كيبداو يطلعوا الكاريان من الفوق شوفي شوفي اختي صحاب الكاريان تما عندهم بارابولات واش متفرجوا في قناه غنوه انتوما خليله خليله خليلة خليلة خل هادو راه ما كرهوش كان عندهم الروبيني ديال الاكسجين يسدو علينا وين الحمد لله انا دابا راه ما بقيتش في الكاريان ريبوا لينا البراكه وعطاونا بارطمان فيها 25 متر حدا مقبره الغفران وقلت لهم مني قبر قبر كنتو تعطيو لينا بعدا لداخل انا ما عرفتش علاش كاع صحاب الكاريان كيحولوا حدا مقبره الفرق الوحيد اللي بينهم وبين القبر هو السانديك المهم انا من هذا المنبر كان طالب من المسؤولين يجيو ياخذوا قبرهم ويردوا لينا براك ترى انا توحشت دجاجتنا وتوحشت المشاشي يضربوا فوق الزنق والطوبه فرحانه لتحت والطوبه بطلع حرام تي كتقطع السراول من شي بلايص لما خيطيهمش بيدك تحشم ديهم الخيار انا فنان محترم ملحن وكاتب كلمات خاوية دي الدين محمح يا زين يا الحبيبة قولي جو قيم هاجلالي بوسي الواوا قبل الواوا دير له بيزو ويتبوس الواوا ليه ما تسيب الواوا ويتبوس امه يا حنفي طب ليه بداري كده وانا بداري كده ولا هو داري كده ولا كده اشكر من راه يخرج لي واحد انا ما عنديش تنافق مع الاعضاء ديالي يعني. لا فيها خلال انا زقا يا
عيني يا ليل يا عيني يا ليل جاي قصداني طالية الحناني دايرها بالعاني عرفاني زهواني جاي وهنينا من الأرارة عرفتي شنو فين ما ندير لكم هكا اش غادي ديروا اوه حرقنا معاكم دمينا اوه حرقنا معاكم دمينا غنينا ودرنا سكيتشات اوه واش خسرتوا علينا اوه الله يعطينا وجهكم أكدت إحصائيات أن الطلاق في المغرب عنده زوج ديال الأسباب 50% سبب المغادرة الطوعية و 50% سبب المرقة اليوم غادي ندويو على 50% ديال المرقة كندوي معاكم العيالات اللي بغات تحافظ على عفس الزوجية ديالها تحبس المرقة الرجال راه معزيز عليهم كل نهار طا 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 راه مرة مرة كيبغيو القرعة باذنجان بعد مرات كيبغيو القوق عما تقويوش ليهم من القوق كيطلع من الراس وانتوما السيمانه كامله وانتوما باكينا على المرقه 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 كسكسو المرقه المرقه ونهار كسكسو كتقول لي عاد راسو ناشف نزيدك مريقه هادي علاش كتقلب هاد وراه ماشي على الرجال راه حتى الدراري حتى الدراري طالع عليهم الدم المرقه سمعتها الوالده هذوك القوالب ديال الدراري لينا اليوم المرقه صفراء بالزعفران غدا ديريها حمراء بالتحميره زعما راك بدلتي شي حاجه ولا ديري لينا اليوم المرقه بزيتون بالعظم وغدا ديريها زيتون بالعظم زمرك بدلتي الوالدة ردي بالك ودني منك بدلي راه الوالدة راه باغي تغير هادي ما ترى لقيت كنشم فيه ريح الطون ديك المرة لقيتو كياكل في ببوش ما بغيتش نقولها لك والجميلة عندنا حافظين اش كناكل ولات فيها البنة وخا دير فيها المقادير ديال السفة تخرج لك المرقة والغريب فهاد الشي كامل هو بكثرة ما الوالدة كطيب فيها المرقة بلا لحم ولا وخا دير فيها اللحم كيغبر وتا هي دابا ولات وحدة منا ولينا دابا في دار ربعة ديال خوت وكميلة تايه بحال بنادم كتعيس صب وتقيلق تايه وتحرق لينا المرقة ونهار كتنيرفو وتكشكش وتفيض اشوف هالقصديرة هادي هادي دابا ما تضربش لا غلاقتها على راسها هادي دابا ما تضربش لا غلاقتها على راسها حارقة المرقة المرأة كون فيها الفايدة كون درنا لها أكبر كاملة د المرأة ناري ناري غيسمعوها يولو دايرينها من غدا هادو راه على سبة خاصك عليها خاصك تجبدهم جبدتهم جبدتهم درتها بيدي علاش ما نخمم الليلة الليلة باتو كينقيو في الخضرة كنعرفهم أنا نفسهم هنا ودرتو ما تقويش فيها البلول اعدويا في هذيك المرأة هو البلول واحد خالتي كتحماق عليه كتشربو بلا طاي انا راه كيبان ليا لمسه وتداروا ديك الكاميلا راه ما كاين لا ياكل اليوم راه المرأة غادا تبقى تبات ولاني كنعرف من طولان طيني لمسه تبات غادي يصيفطوا على فايز ديال الخبز كرم وبرويطه ديال الحلبه ويديروا لينا اكبر قصعه ديال الرفيسه العاميه وفهمتوا العيالات
وردوا بالكم راه الببوش عسرح الرجاله ما كاينه. قوم جوج بيضاء بيضاء ديال اتش 1 وبيضاء ديال ان 1 ويلا مشاو حتى فقسو هاد جوج بيضات. هاو بابا ان 1 انا راه ماشي باك انا راه خوك الكبير اتش 1. الوصية قرا البشر الانتقام وبلاتي عليك البشر احنا جايين انوان واحد بنادم تيتفوه وجد راسك وكون فيروس انا راه فيروس وقعدت على البشر هو حلف مو خبش واه على كرش عنده شحال كبيرة اجي شارك معايا هاد النصرانة الزايدة اش درتي؟ طرطقت ليه المرارة معلم نطيحوا عليه الكرس اخبش او ماي جاد عنده قليب واحد وشحال في ديال السميات سعاد حنان رقية نجات جبد الممسحة ومسح لي هاد السميات هادو قلبو ولا خاوي جبتي لي الجوع عطيني شي طريف ديال الكبدة هاك انوان هذا راه الطيحان ورا البشر ما عندوش الكبدة انوان تخبى المناعة جاية وطيرات من خلع يا قلت لك تخبى واش بغيت تخرج عليا وراك ندير راسي فيتامين سي يا نفاخات شكون اللي داير عيد ميلاد انوار هادوك راه ماشي الفاخات هادوك راه الحلاقم نوض انوان قلب معايا راه باغي نطلعو لاكاس اسكت هو كيتخاصم مع مراتو دابا غيطلع لي السكر او حطو بايا ايليا كيل كا وراسو خاوي وعقليتو نسخة عمرها بقتيلة نخملو نديرو لي غسيل الدماغ سياد الجلاف الضرح ديما هذاك الضحك يا ملي مشيت اول مره نجامع الفنا عملتها بان لي داكشي مستف صحاب الحلقه صحاب الماكله خذ نجال قرد صحاب الحلقه صحاب الماكله خذ نجال قرد صحاب الحلقه صحاب الماكله خذ نجال قرد عشاب اجي جلال لا اقرب اسيدي اللي بيدوى بالبركه ديال الفجاوه اشرب له شوفو خلي الحلاوه اللي فيه بحمر واللي بيحيد مراته القرن اسهل يا سيدي ما عليك الا بسرق الزيت المقلي في الزيت اول ادرس لك حلم الحيل مكرطه اطلع في العقبه كح كح وبدا تيز وكتجبر
وكتبر منافسه نايضه كتبر اخر قدامه حتى هو راه اللي عنده الحبوب راه اللي عنده القوه راه اللي عنده السيبانه ما بين السبعين ارى اللي تكاو يقول اح يتقعد يقول اح خلص ما يقول اح خلص ضو يقول اح ضربوا مرتو على من الله اش يقول احنا ماشي شوافات وماشي سحارات وما كناكلوش رزق عباد الله احنا اجرنا في الجنه ان شاء الله جنه سينا هو اللي كتسياق مكه وكتجبرهم كيبيعوا جميع الانواع الادويه الدواء دبو حمر دبو بزلم بخشخش تشربنديبان كسبرات تشارجتي تخيمو حسين يا الخا والله يرحم دابك لا عزك اللب سوبر سبابر سيدا اللي العلماء باقي ما جبروش الدواء ديالها هو عنده السيدة وبعشرين درهم خصك غير النية باش وعرينا هاد العشاب على الأطباء ما كيعطيوكش الدواء اللي داويك كيعطيك الدواء بالنية يعني إلا شربتي وخرج فيك النفط راه ماشي الدواء اللي خايب راه أنت اللي قليل النية وشوف عباد الله يخرج فيك النفط ويزيد يعايرك قليل النية وأنا قليل النية يلا وأشري الدواء من الفارماسيا ديك النهار جا واحد عند العشاب نهار جا واحد عند العشاب قال له شريف انا راه خديت من عندك الدواء ديال السيبانه وشربته وخرج فيا الكونسير ها هي دابا غنوليو في لعب الدراري يا جيتي عندي النهار الاول على ود السيبانه ودوي لي على السيبانه كي بقات حيدات ها واش بغيت نحيد لك الكونسير هذا دابا نحيدو لك راه ما عنديش مشكل ولينا راه غترجع لك السيبانه حيد دابا السيبانه والكونسير حيد دابا السيبانه والكونسير حيد دابا السيبانه والكونسير مضادين بحال العكوزه ومرت الولد كتدخل وحده تخرج لك اخرى تدخل اخرى تخرج لك وحده وانا ما عنديش معاك كثر الدخول والخروج عرفت غدير هاك جرب هذه في الصباح بكري على الريق مع اتاي سير ودير نية اي هاك نضحكوا معاك عندك تشرب داكشي وقلت كنداوي الكونسيرت قاني داير الحلقه نادم مكلف حق بيني وبينكم انا اللي ما بغاش يتفهم لي هو واحد الدواء كيتباع غير بالالغاز يمن من تحت من تحت كتكون واقف عند العشاب كتكون واقف عند العشاب تكي يجي شي راجل لابس مزيان بعقله بحال شي استاذ العربيه مالك حشمه ما تحشمش سيدنا راه لا حياء في الدين هاد السيد هذا قال لك استاذ هاد السيد هذا عطى ربي النعمه ديال العقل والنعمه ديال الجاه والنعمه ديال المال ورزق ربي الزوجه الصالحه وكيف ما عاود لي الطرف لسانه كيكون جالس من المنزل نتاعو مع الزوجه نتاعو والعشاء محطوط وفي جو رومانسي ولكن الشهية اللي تاكل داك العشاء ما كايناش انا المره الاولى اللي عرفت فيها معنى الحب كنت بوحدي في الدار كان الليل قلت اش ندير ما ندير اجي نعبى جبت تليفون لتعبئه بطاقتك اسمعي اسمعي ما نتعبئه واش تراكي تقولي اسمعي انا كان بغيك كنموت عليك ندير اي حاجه انا مسبتك غير امري وانا ننفذ اضغط الرقم واحد صافي هذا مكان انا ما نضغطش غير على الرقم واحد انا نولي واحد وانت طوطاي عليا ها الرقم واحد الان يمكنكم ادخال رمز التعبئه هذا ضي 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 بدينا بالطماع انا ما ندخلش غير 14 رقم انا ندخل 16 هاد التعبئه واعتبري هذا هو الصدق ديالك ان رصيدكم قد استهلك يا الغدار حقا استهلك المرجو ها انت ولينا في المرجو المزاوقه ايش لا لا بصح بيناتنا الخوت بيناتنا انا كنبغيها وكان موت عليها مسامحه ما تمرض ما تموت تربيه كي دايره هضر معاها مع الجوج ديال الليل تقول لي مرحبا زوجت بها عرفي ما شفتني ما شفتها زواج افتراضي داكشي من القلب للقلب بار بلوتوث وليت نهضر معاها ما نلقاهاش تقول لي لا يوجد اي مشترك في الرقم الذي تطلبونه هذه المدام سافرت ومشات لمراكش
جلست مع صاحبي في القهوه وكان عاود لي في المشاكل ديالي مع المدام. بغى يعبى جبت التليفون سمعت صوتها عندها ما تياقش قلت له التليفون هي فعلا لقيتها عند خمسه صحابي يا كال غدارة الا انت الزهره وازواجها الخمسه انا الحاج متولي. السلام عليكم، معكم حميد القط. سموني القط حيت عندي سبعه ديال الرواح. انا ما جاي نضحككم ما والو، حيت انا بلاصتي ماشي هنا، انا بلاصتي في اخطر المجرمين. كيجيبوا مجرمين عديمين الشخصيه، جالس وعاطي بظهره للكاميرا، خايف من الجمهور، خايف من المدنيين العزل. الا يعني نعرف مجرم دور عندي بين ليا خلاني الصح. هوات مجرمين هوات كيديروا عليهم برنامج كنريح في الدار. كيبدا داك البرنامج كنحس بال كنشمئز، كنلقى مالين الدار كيهضروا فيا، الوالده كدور فيا يا ما جا عمو راك يا المسخوطه ما تشوف تبارك الله. ها تزريتي تاعيتي وتمشكلتي تاعيتي ودرتي في المناتيف تاعيتي وفي الاخر ما دالوكش تا قسمين يا المسخوط. ما كنقدرش نكمل معاهم، كنخرج نبدل الساعه كنلقى الناس كيهضروا فيا. راه هو فلان حميد القط دواس، ولكن مسكين ضيعوه. بنادم عنده مؤبد وقاتل شويه ديال المدنيين ودايرين عليه ريبورتاج. لا اجرامي لما كانش اعدام الفوق ما تهضرش معايا. عاد خوكم دوز ثلاثة ديال الإعدامات. ثلاثة. الإعدام الأول كنت في فيتنام. كانوا عارضين عندنا تما على واحد المؤتمر ديال الجريمة والحياة، مريحين في ديك الندوة ومريحين معاهم ستيفن سيغار جيت لي فان دام دريس الرخ. المهم حطوا لنا العشاء اللي هي كل شيء ديك عويدات وكاسي كي وقع مضارب ولا كتاكل ما فهمت. ودريس هو الله يهديه جالس كيلقم. وقلت انا غنبقى من دون الناس ما ناكلش ندير معاهم الصواب. دقت ما عجبنيش وانا قلب الطابله كما دار مروز ما والو كلشي ناض. قالوا لي شنو هو؟ وبقيت خوكم بوحدي كنواجه في المدنيين العزل. هاي شيا شيا ستيفن سيغار كنحتارمك انت امريكاني تخلص اخرى يلا بلا ريحة جيت لي يلا حساب تبهديلة هذه في الطيران ريحة يلا تحامى داوني باش يعدموني ما عارفينش عندي سبعة الرواح رابطيني ومكرفصن غادي ويتقابلوا معايا واحد الربعة ثلاثة كيتشابوا الرابع كنعرفوه دريس ما روز ما والو نفس المنظر كانوا عارضين علينا على واحد المؤتمر ديال الجريمة والحياة حيت فين ما كيكون شي مؤتمر كيعيطوا للعبد لله. مريحين وقالت حدايا يسرى هنا وفيفي عبدو هنا. المهم ريحنا امي حطوا لنا الفول وكيموتوا على الفول تاهم. حطوا لنا ذاك البركه عاوتاني عباد الله كتاكل. قلت انا نبقى من دون الناس وانا نضوق ما عجبنيش وانا نقلب الطابله قلت لهم هذا راه مفول كلشي ناض. بقى العمده اللي جالس
يا بوي ده عايشي من الفول يا رجالة. مفول مواله يا لبلا عم قاون تكرفصوا اللهم نخليهم يديوني باش يعدموني. باقي اخوكم الخير موجة غادي بيا عند عشماوي. كتعرفوا عشماوي ديره واز واحد السيف بادو خارجين وباغي يحلاني تمو جايبين لي واحد الجوج وقطفين قالك بغاو يعطوني في ديك اللعيبه ديال وريح حتى واحد من ما والو غتعدمني هنا عدم هنا بقى يا لا بلا ما فول ما والو كون ما هضرتيش ما نلقاكش. اذا انت كنت في باكستان نفس المشكل عندهم مع اللوبيا مريحين عاوتاني مريحين الشيوخ ديال القبائل ناس محترمه حطوا لي اللوبيا دقت هذيك اللوبيا لوبيا مزيانه ولكن مع شويه الحار يا سلام شويه الحار وانا قز واحد لا ما تقولش الحار الحار عندنا حنا لا امجاد الدوله ما كاينش الحار ايوا ولا ما كانش الحار حاجه واحده اللي غنقول لكم هادي راه ملوبيا تعاوني دار هذيك الاعدام ديال مشناقه عندي شمع كتشيني النيتية وضارب واحد القنبة في البلافو دوروا عليا على عنقي وكرسي تحت بقى في الحال ماشي حيت غيعدموني ولكن راه مالوبيا صافي قلت نمشي بحالي البلاد ديال اسيا هادي وهاد المناطق فيهم الصداع وانا نزل بحالي في مراكش مع نزلت قال لك ديري شي اومليط ولا شي لعيبه صباح الخير ولا هادي دخلت وصلت لتما لقيت المسؤولين على الجهد زيد السفلان والصحافة قالوا يا دوقة البيض كي جاك البيض دقت البيض وكبير هذا المقلة الجمع قلبة اشتعيت قلت لهم تبارك الله عليكم طلعتوا كلكم شوميشات البيض مزيان ولكن بيني وبينكم اللي فكر في هذيك القضية راه ما فيه